السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم النهاردة في الملتقى الهندسي العربي، وشرفنا أن نكون كامل الاستحياء للدكتور صالح المبارك، دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة المشاريع من جامعة كلمسون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، وماجستير بتخصص الإنشاءات من جامعة أوهايو 1985، ومؤلف لكتابين في مجال إدارة المشاريع العمرانية يعتبران مرجعين في مجالهم العلمي، واستعملهما كثير من الجامعات في أمريكا وكندا وباقي دول العالم. كتابين هما Construction Project Scheduling and Control و How to Estimate with Means Data Basic Skills for Building Construction، ومؤلف ومحاضر العديد من الأبحاث في مؤتمرات دولية، وكان جزء من فريق BMI اللي كتب أول شهادة امتحان جدولة المشروع، ولديه خبرة من العمل المهني تزيد عن 27 عاما في مجالات متعددة تشمل نواحي متعددة من الهندسة وإدارة المشاريع، وتشمل العمل الأكاديمي كأستاذ جامعة ورئيس قسم، والعمل المهني في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، والعمل كاستشاري مستقل متخصص التدريب. ألف شكر دكتور. تفضل دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أرحب بالجميع، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أول شيء يعني بعد ترحيبي بالجميع الإخوة والأخوات، يعني أعتذر أنه أنا لم أحضر بشكل رسمي، لأنه ربما سوء فهم مني أنه أنا لم يكن لدي فكرة أنه أنا عندي كلمة افتتاحية إلا لقبل حوالي ربع ساعة من الآن. يعني حضرت بعض الأفكار على عجل، إن شاء الله يعني نناقشها بشكل مختصر وبشكل غير رسمي. وأستعير في البداية تعبير من أحد زملائي الأفاضل أن النجاح يحتاج أمرين أساسيين: بذرة النجاح ومنظومة النجاح. البذرة هي يعني في تكوين الإنسان وفي خلقه، لكن البذرة هذه قد تطمر في بعض البلاد بسبب الظروف، وينتهي الإنسان اللي قد يكون ذكي جدا ينتهي إلى لا شيء، إلى يعني إنسان فاشل أو إنسان يعني محدود الآفاق تماما، وقد تتاح له الظروف. يعني وعلينا أن ندرك بأن الظروف، يعني سبحان الله المبارح كنت أفكر أن الله سبحانه وتعالى عادل، لكن هذه الدنيا ليس فيها عدل مطلق. فيعني قد تأتي لي ظروف لواحد أفضل منا، يجب علينا الاستفادة من الظروف. كثير من يعني أنا أذكر أنه من زمان، من حوالي 25 سنة، أنا يعني أقيم في أمريكا من بالضبط 41 سنة، جيت في فبراير 81. من أكثر من 20 سنة ذكر أحد الإخوة أنه كثير من المخترعين والناجحين البارزين في أمريكا هم من العرب، وربما العرب والهنود وغيرهم. يعني هو يحاول التقليل من شأن أمريكا، فأجبت أنا، قلت له طيب لماذا بزغ نجم هؤلاء، ولماذا نجحوا في أمريكا ولم ينجحوا في بلادهم؟ ليش؟ لأن منظومة النجاح غير متوفرة. ومنظومة النجاح نحن قد نلوم الأنظمة، الحكومات، لكن هي ملومة إلى حد كبير، لكن أيضا نحن وثقافتنا وعائلتنا، يعني ثقافة عائلاتنا ملومة، بحيث أنه نحن نتصور كأب وأم أن النجاح في جهة معينة، فنجبر أولادنا على تلك الجهة ظنا منا أننا نعرف مصلحتهم أكثر مما هم يعرفون مصلحتنا، فندفعهم إلى ما لا يهوون. ومن المعلوم ومن المؤكد أن النجاح لن يأتي إلا إذا اشتغل الإنسان بشغفه وهوايته وحبه. يعني إذا أجبرتني على دخول مجال لا أريد أنا ولا أحبه ولا أهواه، فرح مشي حالي فيه، لكن لن أكون مبرزا وناجحا إلا إذا أحببته. يعني هناك تعبير بيقول لك follow your passion، follow your passion. طبعا إذا كان your passion is a positive thing، يعني شيء وليس الإجرام أو العنف أو نعم.
نحن في عالم التكنولوجيا أصبحت فيه تتطور بشكل سريع، يعني في أشياء أنا وأنا الآن عمري 63 سنة عرفتها في صباي، عرفتها من 20 سنة، والآن نسقت قضية الفيديو، قضية التليفون الأرضي، كثير من الأمور، الكاسيت عندما أحدث الجيل الصغير عليها، جيل أحفادي، لا يعرفونها. فنحن في عالم يجب أن نلهث ونجري وراءه، ولذلك قضية يعني الآن وسائل التكنولوجيا مهمة جدا. لكن أريد أن أحذر من شيء يعني بالنسبة للتكنولوجيا، وأمر هو وقعت فيه أنا بنفسي يعني لمدة سنة، إن شاء الله ما أكون خسرت تلك السنة بل تعلمت فيها أمور مهمة. أننا أحيانا بشغفنا بإحدى يعني وسائل التكنولوجيا، one of the tools، تشغلنا يعني نصوب بقعة الضوء عليها قبل أن نصوب بقعة الضوء على الهدف، ماذا نريد أن نفعله، فنحدد الأداة قبل أن نحدد الهدف، وهذا خطأ كبير. يعني في أي بحث علمي عليك أن تحدد الهدف الأساسي، ثم تقول هناك عدة وسائل للوصول إلى الهدف، فما هي الأداة الأفضل لهذه الحالة، وما صلح لحالة قد لا يصلح لحالة أخرى. فأنا ما وقعت فيه يعني باختصار شديد في بداية مرحلة الدكتوراه، كنت في جامعة كليمسون، صدف أن أستاذي المشرف كان شغوفا ب يعني وقتها يعني موضوع اللي بيسموه الفازي سيت ثيوري، فأراد دفعي وبالفعل دفعني بهذا الاتجاه. بحثت ثم وصلت إلى نهاية مسدودة، وقررت أن أعود من جديد وأغير الأستاذ المشرف، فالحمد لله توفقت في ذلك. أيضا وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال الهندسة والعمارة يدعونا أكثر وأكثر إلى التعاون مع بعض، تعاون الأفرع مع بعض، الميكانيكي والمدني والكهربائي والمعماري، والاستفادة من برامج مثل برامج BIM Building Information Modeling، الحقيقة مهم جدا هذه البرامج التي يعني كما يقولون فيها ليس فقط collaboration بل أيضا synergizing. قضية synergizing مهمة جدا، يلي هي يعني تترجم، لا أدري ما ترجمتها بالعربي synergizing، لكن التعاون هو 1+1=2، أما السينرجي فهو 1+1=11. فما ندركه، ما ننجزه أنا وأنت أكثر مما أنجزه أنا لوحدي وأنا لوحدك معا. النقطة الأخرى يعني قضية الخروج من الصندوق، وهذا تعبير صار يعني مسلوك جدا لكن يبقى تعبير حي، وتحريك المياه الراكدة، لأننا كثيرا ما نألف وضعا معين ونخشى الخروج من تلك الدائرة. في الواقع مؤخرا هناك اقتنيت كتاب جميل اسمه Get out of your comfort zone immediately، اخرج من دائرة الراحة تبعك فورا. مشكلة دائرة الراحة في كل شيء، فيما تأكل، فيما تلبس، في الطرق التي تسلكها، في العادات كذا، أنك تتعود عادات معينة فتألفها فتخاف الخروج عنها، وهنا المشكلة. لن يكون هناك تقدم، لن يكون هناك إحراز نجاح إلا إذا كان عندك الجرأة أن تخرج وتجرب أمورا جديدة. نحن الآن أصبحنا في عالم صغير لكن عالم متنوع. الواقع أنا استفدت كثيرا، يعني بقيت في أمريكا منذ أن جئت في بداية 81 إلى أن أتيح لي أن أعمل في قطر في عام 2008. لما عملت في قطر أدركت الحقيقة أن يعني عالمنا صار عالما صغيرا، وصرنا يعني ثقافات كثيرة وعلينا أن نتعامل معها شئنا أم أبينا، وإن أنت لم تسافر إلى العالم فالعالم سيسافر فسيأتي إليك، فعليك أن تتقبل هذه العقليات وتستفيد من هذا الثراء الثقافي والتنوع لمصلحتك.
نقطة مهمة أؤكد على أبنائي يعني الطلاب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، قضية البحث العلمي قضية مهمة جدا. الحقيقة أنا يعني للأسف وجدت أن أكثرنا لا يدرك يعني معنى كلمة البحث العلمي، لا يدرك معنى التحقق من المعلومات، لا يدرك معنى الملكية الفكرية وأهمية الجهد الفكري. وجدت في ثقافة للأسف سائدة في يعني الشرق الأوسط أننا نقدر كثيرا الأشياء المادية، يمكن أن أشتري أغلى نوع من البلاط، أغلى نوع من يعني الحنفيات، لكن آتي بأرخص أنواع وأسوأ أردى أنواع العمالة لكي يركبها. ليش؟ لأنه ننظر إلى الأشياء المادية على أساس أنه هي المهم. الجهد الفكري مهم جدا، والعمل البحث العلمي أصبحنا للأسف الشديد في عالم كثير من الشهادات تباع، وكثير من الشهادات لا قيمة لها، والله الورق المطبوع عليه أثمن منها. إذا كنت تريد فقط أن تضيف إلى اسمك الدال نقطة الدكتور فلان، فيعني هذا وشأنك، بإمكانك أن تشتري شهادة، لكن إذا أردت العلم الحقيقي فيعني لابد أن تبذل جهدا. يعني وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن حالها ببياني. ستة شروط يقول الإمام الشافعي: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، بلغة بمعنى يعني شيء من الرزق أو يعني المال يبلغك طريقك، يعني لا يلهيك عن العلم، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فهذه الشروط الستة حسب الإمام الشافعي، فلا بد يعني الجائزة الكبيرة لا يمكن أن تأتي بسرعة. الجامعات التي تغريك بأنه نعطيك الشهادة الدكتوراه بسنة أو كذا لآخره، هناك مثل أمريكي جميل وينطبق هنا: you get what you pay for. What you pay ليس in terms of money but in terms of time and effort، الجهد. نعم، لا تستهين بفضل أحد واستفد من فرصك. أنا تقريبا وقت انتهى، لكن هنا أريد بسرعة شديدة الفرص. أنا أتتني فرصة كما ذكر الأخ المهندس عمر سليم، في بداية التسعينات كنت أدرس مادة الكوست استيميتينج وأعتمد على داتابيس، هي أشهر داتابيس موجودة في أمريكا الشمالية اللي هي RS Means. المشكلة كانت أنه كتابهم الانيوال داتابيس كان كتاب صعب جدا جدا شرحه حتى للمقاولين أو فلا بد من شرحه بشرحا تفصيليا للطلاب، مع إعطاهم تمارين، مع إعطاهم أمثلة كذا. فكانت النوتس تبعي أكتب لهم نوتس بدأت من يعني ربما أول مرة بضع وعشرين صفحة، نمت هذه المذكرات إلى أكثر من 250 صفحة. ثم فكرت هل أستطيع أن أستفيد منها، فأرسلت هذه النوتات إلى شركة RS Means نفسها، فأعجبتهم فطبعوها كتابا، وبقي يعني عندهم الكتاب باسم يعني أنا كمؤلف، لكن طباعتهم هم الناشرون للطبعة الأولى والثانية والثالثة. ثم بيع الكتاب إلى شركة وايلي، وهي من أكبر شركات الإنتاج في العالم الحمد لله، فصدرت منه الطبعة الرابعة والخامسة، ولا زال يعني يسير بشكل قوي جدا. القصة الأخرى هي قصة أعظم مهندس إنشائي في تاريخ أمريكا وربما في تاريخ العالم. إذا سألت الإخوة الحاضرين، يعني أنا أرى في عدم الحضور، من تظن إذا قلنا أنه أعظم مهندس إنشائي في القرن العشرين، هل منكم من يذكر من هو؟ الإجابة هو فضل الرحمن خان، أو فضل الرحمن خان رحمه الله، وهو من أصلا من بنغلاديش، يعني كانت تسمى باكستان الشرقية. أتى إلى أمريكا كشاب فقير، يعني متخرج من هناك ويبحث عن فرصة، ثم انتهى به الأمر إلى أن أنهى الدكتوراه في جامعة إلينوي في أربانا شامبين، وأتى بنظرية ناطحات السحاب التي الآن كل ناطحات السحاب في العالم تأتي بنظريته، التي يعني وفر فيها الكثير
أراد أن يثبت نظريته، فصمم أول ما صمم الجون هانكوك تاور في شيكاغو وسيرس تاور في شيكاغو اللي فيما بعد أصبح اسمه ويلس تاور، وكل ناطحات السحاب منذ السبعينات إلى الآن تأتي. يعني لا نستهين بجهد أحد. أرجو من الإخوة التوصية الأخيرة تنظيم الجهد والتخطيط والتدوين. يعني كثير منا يكون عنده الذكاء، عنده المواهب لكن مبعثرة، فعليك بالتنظيم، تنظيم الوقت، تنظيم الأفكار، التدوين. أنا عندي دائما قضية التدوين، if it's not written it's forgotten، هذا شعري، if it's not written it's forgotten. دون أفكارك، دون أفكارك ورتبها، واعمل priority لقضية الوقت، ويعني كن مرتبا فتأتي فيأتي إنتاجك مرتبا. واعمل ما يعني ما تريد واترك الباقي على الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى أنك إذا اشتغلت بما يفيد وبشغفك فإن شاء الله ستصل إلى النجاح ولو بعد حين. ويعني أنا أكون سعيد بأي سؤال لأي منكم الآن أو فيما بعد إن شاء الله. أخي مهندس سليم، أنا أنهيت كلمتي وأرجو أن لا أكون تجاوزت الوقت المحدد لي. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر لحضرتك على الكلمة الجميلة ديت، ألف شكر لحضرتك.